احول كل قوتي على هادي لي يبغي يسرق مني هادي العروسة. صحيح من غير ما يعطيني ألف وصلني أبرر له اللي صار. خبريني أنت شو السالفة وليش طالع هالوقت من غرفة سالم؟ حاسب جايبتلك الجيمات أدريبك تحبها. سلام معي السن السن لا سكو الحلال. إيش فيك سرحت؟ ترى أنا موجودة. أنت في موت يا سلطان. هذا الفرد ما يقدر يجود أنا. كذا وكل بلاش. هذا الفارس الشجاع. أنت ما تعرف يا سالم إن الوحدة تشتلني. كأن أشبه تطاردني طول الوقت. بنعلن الزواج وبنشهره وبنجيب الطقاقات عشان تكون في العرس. على قد حالي ما عندي غير سمعتي وشرفي. انا تحريت بس بنتك اللي تعرف تمثل. لا ظهرت انت احسن عنها في التمثيل. انت مو بس قلتي لي غبي، قلتي لي انا مندس في غرفه مغلقه وعد البيزات. سلطان انا يوم سويت لك العمليه حسيت بالذنب لاني كنت السبب في اعاقتك، لاني عارف ان هالشيء بيدمر حياتك في لحظه واحده، وأجبرت مها أنها ما تقول لك أي شيء. لا على كل الأحوال إحنا لازم نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه يا رب.